الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين. وبعد، الإخوة الأكارم والآباء الفضلاء والأخوات الكريمات الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا العنوان الذي عنيت به هذه المحاضرة، وهو أصل الإصلاح، جاء من أجل دعوة الناس إلى الخير، ومن أجل تذكير المسلمين ودعوة غير المسلمين. فإن الله تعالى قال في القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى في الآية دي من سورة آل عمران أمر بالدعوة إليه ورغب في هذه الدعوة. وإن الدعوة دي يا جماعة بسببها يصير العبد من المفلحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر مجلد من كتاب الفتاوى، هو الجزء 35، قال: الفلاح نيل المطلوب، والأمن من المرهوب. الزول المفلح يا جماعة ده الزول البعدين لما نجي الموت بموت حسن خاتمة، والزول المفلح ده لما ندخلوا القبر بيلقى قبر روضة من رياض الجنة، والزول المفلح ده اللي بيكون يوم القيامة من الآمنين في يوم الفزع الأكبر، والزول المفلح ده اللي بيشيل كتابه بيمينه، والزول المفلح ده اللي بينجو في الصراط يوم ينصب الجسر فوق جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. في الصراط الجسر الفوق جهنم هو بيمش فيه وبينجو، ما بيتعذب ولا بيقع في النار. والزول المفلح يا جماعة اللي بيدخل الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن الله يرحمك يدخلك الجنة. والزول المفلح يا جماعة البنجو من المرهوب، الله بنجي من سوء الخاتمة، بنجي من عذاب القبر، من عذاب القبر، بنجي من الفزع يوم القيامة، بنجي من السقوط في النار، بنجي من جهنم، بنجي من سوء المنقلب. ده الزول المفلح. الله أمرنا ندعو الناس للخير. شكل المحاضرة دي قامت احنا ما أفلح من الناس، ولا بنشوف نفسنا أفضل من الناس فيما نظن يعني، لكن والله جينا نقول للناس حاجة واحدة: ده درب الله، وأسلكوا يا ناس، الدنيا دي ماشية والدنيا دي زائلة، ونحن ويتو في غفلة، لازم نرجع لله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. شايفين الرجال منشغلين احنا في الأسواق وفي الدنيا ويتناحروا فيها، والنساء منشغلات بقيل وقال وبتضيع الصلوات وإلى آخره بالحياة،
بالغفلة بالزخرف بالزينة، ده همهم عده كيف وهدوم كيف وبيت كيف ونعيش كيف ونربي كيف، ودي حياتهم إلا من رحم الله. والشباب الآن في له إلا من رحم الله، موبايلات أفلام مسلسلات غفلة ضياع زمن علاقات عاطفية وغيرها من الأشياء. دارين نصلح في المجتمع ده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أو فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع أو فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال لك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا بيدنا دي ترى هما قاعدين نستعمل يدنا إلا عند الحاجة، وهذا يعني عندنا حدود معينة، لكن اللسان ده نذكر الناس، لأنه قد يقول الزول قد يقول لك كلمة بس تأثر في زول يستقيم على الدين. وزي ما قال لك أخونا الشيخ محمد نورين حفظه الله تعالى: أصل الإصلاح إذا دعني نصلح المجتمع ده قبل نعلم الطهارة والصلاة، قبل نعلم بر الوالدين، قبل نتكلم عن التبرج، قبل نتكلم عن أكل الربا، قبل أي شيء يا جماعة نبدأ بالبدوبة والأنبياء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام في أناس يأكلون الربا، ومش المرأة بزلوها بتفنوها حية، عديل البيت بتفنوها حية، وبطوفوا بالكعبة عراية عرات، لا ثياب لهم إلا شيئا يسيرا، وناس عندهم من الفساد ما عندهم، بيشربوا الخمور وقتال وظلم واعتداء ومشاكل وبلاوي وقمار ومشاكل كثيرة. تقال الرسول بدأ لهم بشنو صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء لا إله إلا الله، لأن الزول اللي بيوحد الله ده بخاف الله سبحانه وتعالى، وده طريق الإصلاح. الله قال: والله يعلم المفسد من المصلح. وناس كتار بيدعوا الإصلاح وهم ليسوا بأهل للإصلاح. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وشعار الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. تبدأ بالعقيدة بالتوحيد، الله واحد، دي الناس لو استقاموا عليها أبشرك تاني المشاكل كلها بتنتهي. مش بقول لك الصلاة، زمان تقال كفار قريش ما بصلوا، بيصلوا لكن صلاة جوطة ساي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني بصلوا، وين بصلوا؟ ما بصلوا في السودان ولا في مصر وفي الآية دي ولا في هناي، الآية دي خاطبت ناس يعني، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الناس ديل بيصلوا جنب الكعبة في الكعبة هناك، صلاتهم كيف؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء وتصدية، صفير وصفيق، دي صلاتهم، يصفروا ويصفقوا، دي الصلاة، معناها كان بيصلوا لكن دي ما الصلاة الله بيرضاه سبحانه وتعالى. شاكدي قبل الصلاة الله أمر بالتوحيد، قال تعالى: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا أول شيء فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول شيء توحيد، لو ما قلعت الحجاب من عضلك الصلاة ما فيها فائدة. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة فقد أشرك، ده شرك بالله في موسى الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة. بالراحة يا جماعة ولا داير زعل، الرسول عليه الصلاة والسلام لو نحن بنحبه ودارين دربه ودارين الهداية وإن تطيعوه تهتدوا، هذا وراك قال لك حجاب ما تعلقه. وابن مسعود قال: ولا من القرآن مبجوز، لأنه تميمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ولأنه في سنن أبي داود
من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى شركية، وما الرقية بتاعت القرآن دي ما فيها أجر، دي كويسة جدا وفيها شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والتمائم يا الحجابات دي، ما يقول لك حجاب بتاع القرآن، ما في حجاب بتاع القرآن، حرام، صحابة قالوا حرام ودي لحديث، والرسول عليه الصلاة والسلام قال حرام، شرك بالله تعالى. عبد الله بن مسعود قال حرام من القرآن تعلق حجاب. تميم عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، كويس عرفت كلامي، عقبة بن عامر رضي الله عنه، ده الصحابة قال له كده، وغير ومن التابعين إبراهيم النخعي قال حرام شرك بالله تعلق تميمة وكذا إلى آخره، ولك حرام ولو من القرآن. الأسود رحمه الله تعالى، علقمة رحمه الله تعالى، كلهم قال لكم ما بيجوز تعلق حجبات، فعلقوها في اليد وتلقاهم واحدين في الرقبة، والطفل يعلقوا لك أمون الله حافظه في بطن أمه تسعة شهور أمه تشتهي الشطة، تقول لك ولك الجماعة متوحمة في شطة، تأكل تلقى لقمة قدر الفنجان بتاع شطة خضراء رب جوا في البطن، دي ما لما وقعت في عيون الطفل جوا في بطن أمه، هذا الشطة دي مشت وين؟ الله حفظ الطفل جوا، ساوي له كيس يا أخي، ساوي له حبل اسمه الحبل السري، بيقولوها الحبل السري ده ما هو أكل بيجيبه، الله حافظه جوا، أمه بتكون نايمة هو بكون صاحي، صحية نص الليل الداش اللوت جوا في بطن أمه، ده مسخن من جوا دار يمرق يخش السودان ده، قال لك جوا هذول برا شغلة دي برا صعبة شديد وكاتمة وجايطة، خليك جوا مرتاح، لو بقول لك جيب اللبن، لو بقول لك السكر، لو بقول لك أجيب صف بتاع عيش ولا صف بنزين، قل زاي وارتاح زاي مارق مالك انت، ده الله حافظه جوا بطن أمه يا ناس، أمرقته برا يعلقوا له حجاب يقولوا بيحفظوا، والحفظ جوا منه ما في حجبات. قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. فأنت الزول لي ما برا في التلفزيون جابه ولا حكى زول برا وحكى عن نفسه، قال بلزه في عربيتي وأنا جوا، قال وبنادوا فيني يا فلانة الحقنا دورة، وقال أنا ذات الوحلان. أقول يا أخي شاكد الله في القرآن بيّن لك في الآيات دي، قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، اللي بتنادون ديل ما يملكون من قطمير، قطمير دي اللفافة اللي بين النوى والتمرة، لما تشق التمرة في مصماصة جوا اللفافة البيضة دي الغش الأبيض ده القطمير، قال لك: والذين تدعون من دونه، بتنادون غير الله ديل ما يملكون من قطمير، خلي لهم شيء ثاني، إن تدعوهم يفلون الحقنا لا يسمعوا دعاءكم. هذا تشيل فرارك تمشي تصادم شنو انت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعك قال لك، ولو سمعوا وما بيسمع، لكن لو دارت غالط قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما بيستجيب لك، ما بيلحقك، يلحقك كيف؟ والناس دفنوا يا جماعه، يلحق كيف؟ زول غسلوه كفنوه ما قادر يحرك اصبعه ودخلوه جوا الواطا، هنا دفنوه ادوه تراب، اشتغلوا فيه بالكوريك والواسوق واشتغلوا وبنوا له كمان بنيان فوق قبه، حرمها الله في القران، حرمها لانه الله امرك تتبع النبي عليه الصلاه والسلام في القران، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ده نهاك عنه، حرمها الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري وفي غيره: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، دي رواية البخاري،
بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير ابنه فوق القبر، ده موجود الآن، وده بجيب الغضب، ده بجيب غضب الله يا أمة الإسلام، البناء على القبور ده. أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، صور يعلقوها في الأوضة تطرد الملائكة، وعلقوها في الركشة وفي الحافلة وفي الدكان. أولئك شرار الخلق عند الله. ما كلام مخيف؟ قاعدين تسيبوا، شيلوا لا تربة، سفوه. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما بيلحقك يا أخي، يشق الواطة دي يلحقك كيف ذات. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ده فتوة، دي فتوة القرآن. قال لك تدعو غيري، الله قال لك تدعو غيري في القرآن، الله سبحانه وتعالى قال لك ده شرك. ما تزعل، ما هذا واضح. زول قال يا رب نجيني من الكرب، ده نادى واحدا، ده موحد، راجل مرأة كبير صغير، يا رب نجيني من الكرب، ده موحد. يا الله ويا فلان، ده واحد ولا اثنين؟ ديل اثنين، يا الله ويا فلان، ديل ما واحد، ديل اثنين. كيف يكون توحيد؟ ده الشرك ذاته. وتسأل وتقول له فلان ده بيسمع الله ولا بيسمعه؟ يعني سمعه زي سمع الله؟ ولو بيسمع ذاته سمعه زي سمع الله؟ يقول لك لا لا لا، الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول لا أقوى فلان ولا أقوى الله؟ يقول لك أقوى الله يا أخي، ضعيف زي، وخلق الإنسان ضعيف. تقول لا عنده الملك ده ولا الله؟ يقول لك يا أخي ده فقير زي. ألا عنده الملك؟ الله سبحانه وتعالى. الله قال في القرآن قل اللهم مالك الملك. هل عنده القروش؟ هل عنده الرزق؟ هل عنده المال؟ ده ولا الله؟ يقول لك الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أها، قال لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو أدون الخزائن بتاعت الله كلها بيمسكوا. أتاني في شو؟ كريم ده ولا كريم الله؟ كريم الله. البنجي من الكرب ده ولا الله؟ قولك الله. طيب بتنادي ده ليه؟ قولك ده واسطة بيني وبين الله. الله قال ما داير واسطة. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. انت بتوري الله انت؟ الله قال ألا لله الدين الخالص، دين نظيف، والذين اتخذوا من دونه أولياء. عديل قال لك أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله دي ما دائرة. قال لك لو دائرني تجيني عديل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذا شنو؟ إذا دعا عبادي الصالحين ولا إذا دعاني؟ إذا دعاني تدعو الله، ما في واسطة بينك وبين الله. الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال يا جماعة يوحد الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث عجيب في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من بين الخلائق يوم القيامة بمرقوب، أو يخرج رجل هو بيجي مارق، فتنشر له 99 سجلا مد البصر، صحائف مد البصر، أي صحيفة بينشروا له، وقال لك 99 صحيفة سجلا مد البصر كلها ذنوب. ده ذنوبه ما كثيرة؟ قال لك كثيرة. كيف؟ فيقول له الله تعالى يا عبدي أتنكر من هذا شيئا؟
فيقول لا يا رب. فيقول أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. ألك حسنة؟ فيقول لا يا رب. ينسى بينسى، فيقال لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة بيسموه حديث البطاقة، مجعنده 99 سجلا وكلها ذنوب كلها، قال لك بمرقوا لبس بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم عليك اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات، يعني لأنه لا إله إلا الله دي يا جماعة ما فتقل منها في الميزان. والزول يلاقي الله بالتوحيد، يلاقي الله بالعقيدة الصحيحة، شاف عقد من صغير وريه. ونحن ربونا يا جماعة بعض الناس ربون تربية غريبة. السجل ده يا جماعة، سجلات دي كلها الذنوب دي، لا إله إلا الله أتقل منها. الزول يا جماعة نحن ربونا، كثير من الناس ربون تربية معلش يعني فيها تقصير. زول السفنجة لو مقلوبة ولك صلحها صلحها، تقليب علينا بيخافوا من سفنجة، خليها مقلوبة زي ما في أي شيء. لو جاءت كتاحة زي بيعلمونا الكذب، ولو محمد معاكم محمد معانا ما تغشان، وكذب زاي الرسول ما جاء السودان صلى الله عليه وسلم، كذب زاي. والكتاحة دي ما جاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا جابوها الأنبياء، الريح ده رسلوا منه الله سبحانه وتعالى، الكون ده بيتصرف فيه الله سبحانه وتعالى. وحاجات كثيرة ربونا عليها، خوفوك مين انت صغير، خوفوك دوك دي ودوك دي وإلى آخره، وأشياء كثيرة جدا. وعلمونا على عقائد غريبة، زول يقول لك ما عنده شيخ شيخ الشيطان، ده كلام باطل زاي. ولا يوم القيامة في شيخ بينفعك ولا في الدنيا بينفعك. شيوخ ديل يا جماعة احنا خلين نبذ والإساءة وأي شيء، الشيوخ ديل بس لنفسهم بس، ملف الشيوخ ده كله شيله برا كده خدته بجنبه، ده لنفسهم، انت بتنفع نفسك، والشيخ ده لو عنده نفع اللي قدمه لنفسه، لأنه الله قال في القرآن من عمل صالحا فلنفسه، هذا ما اسمه كلام واضح، ومن أساء فعليها. ولو شكرت الله النفع بيجيك انت ما بيجي لفلان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو انت عملت ذنب ما بيدو لفلان، ولا شيخ فلان لو عمل ذنب بيدوك لي انت. قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بينفعك شيء سعيته انت، ده صلى بالليل، لو صلى لو هو صالح وصلى بالليل حسنات بتجيه في صحيفته ولا بتجيك انت؟ مش بتجيه. طيب انت فائدتك شو؟ تمسك لك في زول يا اخي كذا كذا. الرسول عليه الصلاه والسلام الله نزل عليه قران، في زول افضل من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ في زول اصلح منه؟ بالراحه كذي ولا زعل، في زول اصلح منه؟ الله قال له وانذر عشيرتك الاقربين، نزل عليه الايه دي في سوره الشعراء، امش طوالي صحيح مسلم، لما انزل عليه قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين. ولو فهمت الحديث ذا تاني المحاضره دي تفهمتها خلاص، بس الحديث ذا. وكلام اخينا نورين ده من قبيل اخينا محمد نورين في الموضوع ده ذاته، تعلق بالله يا اخي، يا اخي في اكرم منه؟ انت داير قروش تمشي في اكرم منه؟ ما فك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، قرب جاتك هسه عليك الله. لو انا دار غرق، لو دار غرق عديل، لو في شافع دار غرق في نص البحر رموه وقع من الكبري، جو ثلاثة واحد ما بيعرف يعوم ذاته يشنبخ ذاته دار غرق وقع معاه من الكبري، واحد جاو من هناك جاري يسبح عوام، بيمشي للعوام ولا بيمشي للبيشنبخ زيه ده؟ عليك الله بيمشي لياته مش للعوام؟ انت في كربة معناه بتمشي لأقوى زول
صح ولا ما صح؟ انا مشيت للعوام اللي بكم بغديته، لو مشيت له ولو ما دار تغرق بغرقك معه، صح ولا ما صح؟ لانه دم جاذبه زاد. انت في كربه اقوى الله ولا اقوى شيوخ؟ كذا بالراحه كذا، اقوى منه؟ تمشي انت في كربه، تمشي للقوي يا الله ولا تمشي للشيوخ اللي ماتوا؟ هم ماتوا ذاته، وجوا بيسالوه من ربك؟ وده برا بنادي فيه والحقني، وجوا بيسالوا فيه وماسكينه ذاته، من ربك؟ يجاوب ولا يتلفت لك انت؟ يقول للملائكه كذا صبروا، سؤال ده بس دقيقتين كذي، في برا واحد ناداني ان نلحقوا تاني اجيكم. لا معقول يا اخو، سجن ما بخلوك تمرق بالطريقه دي، خلي قبر عديل. ما زول بينفعك. شفت الحديث ذاك لو فهمته بترتاح. قال لما انزل عليه قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نادى قومه او دعا قومه انذرهم، فعم وخص، عم وخص يا معشر قريش لا اغني عنكم من الله شيئا، عم عموم، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله، اغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا. مشى لحد ما قال يا فاطمة بنت محمد، في اقرب من دلو ده ابو فاطمة ذاته صلى الله عليه وسلم، قال لي فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، في حديث في رواية انقذي نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا، ثاني في كلام. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله في القرآن سبحانه وتعالى قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، أنساب بتتقطع. زمان اليهود قالوا نحن أجدادنا أنبياء، اليهود والنصارى قالوا نحن أجدادنا ذي الأنبياء عديل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام إلى آخره. الله قال لهم تلك أمة قد خلت، ما كلام واضح؟ تلك أمة قد خلت، ما تمسكوا في الناس، قال لهم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في كلام واضح من ده؟ الله سبحانه وتعالى قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأنا ما دار أطول الكلام لأنه بعدين الشيخ شهاب يجي بعد العيشة إن شاء الله يذكر الناس، لكن أنا يا جماعة دار ألخصه. والله لو دارين الخير للناس علمون على العقيدة. قبل أيام واحد من أخواننا ذيل من النيل الأبيض قال لي مرة كبيرة وقرائب هناك عمرها أكثر من 80 سنة، والله الذي لا إله غيره، قال لي في الموت محتضرة خلاص مفارقة الدنيا، ده زول خلاص مفارقة الدنيا. قال لي الرجال واقفين جنبها وهلا، ولا يا حاجة يا فلانة لا إله إلا الله، يعني قول لا إله إلا الله. في الموت خلاص مفارقة نفسها ذاته هاج، مفارقة الدنيا لا إله إلا الله. قال قعدت كورك يا أبو طلحة يا أبو طلحة يا أبو طلحة، يا مرة خلي الشيخ نادي الله في الموت شغالة يا أبو طلحة، لما ماتت بتنادي يا أبو طلحة. معقولة يا جماعة نموت بالطريقة دي عقيدتنا في البشر؟ يا خلي أبو طلحة وخلي فلان وفلان، يا أخ نادي الله براو، توكل على الله، خلي عقيدتك في الله سبحانه وتعالى. جدع الحجبات يا زول بيحفظك الله، تراب جدعه، شنو تسف لك تراب؟ بلد دي كان سفيت سكر وقفت على حيلك ما قصرت، فترانين الناس ذات تسف تراب مرة واحدة يا زاك بيسوي لك حصوة، وسوى للجماعة ذاته حصوة، قعدوا يكوركوا عديل يا أبو التاية وحامد بعصاية تزيل الحصايا ومراد كلاية، سوى لهم حصوة هم ذاته. القرآن ده الله نزله نقرأه ونستفيد منه نعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي، عملوا بزاغ تف تف سووهم حيات. معقولة يا أخي؟ سووا بقراء قعدوا يحرقوا فيه، الله نزل القرآن عشان نحرقه؟ يقعدوا يتبخروا به، كلها بدع ومصايب وبلاء، وسووا حجبات يعرقوا فيها، شوف يريلوا فيها
والكبار عرقوا فيها. معقول يا أخي ده كتاب الله كذي؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا تعقلون. فالزول يا جماعة يكون موحد، يكون مستقيم على الدين، والكلام يطول ويحلف يا الله وكذا إلى آخره. إذا مد الله في الأجال ووفق، محاضرات إن شاء الله تتواصل. وأنا في ختام كلمتي ده أشكر الجميع على حسن استماعي، وأشكر أهل الدار ديل، والله دي الناس رجال. أسأل الله ده يجعله بيت بركة وبيت خير وينزل عليه الخير.